وأطلق الهلال الأحمر الكويتي حملة العودة للمدارس الصالح أبناء الأسر المحتاجة والمتعففة. الحملة السنوية للجمعية شكلت رافدا إنسانيا خيريا للأسر المحتاجة في الكويت والتي لا تقدر على شراء متطلبات الدراسة، مقدمين أكثر من 2000 حقيبة مدرسية متكاملة إضافة للزي المدرسي. تفاصيل أكثر في هذا التقرير. كعادتها السنوية وقبل انطلاق العام الدراسي، تبادر جمعية الهلال الأحمر الكويتي بإطلاق حملة خيرية إنسانية لمساعدة الأسر المحتاجة بتوزيع 2000 حقيبة مدرسية متكاملة على ما يقارب 1000 أسرة محتاجة. الحملة تلامس احتياجات هذه الأسر بتوفير جميع المستلزمات الدراسية. الهلال الأحمر الكويتي كل سنة يساعد الطلبة المحتاجين، هالسنة المساعدة حق 1000 أسرة للمدارس، طلبة المدارس. طبعا كل أسرة تأخذ لها جنطتين فيها كل القرطاسيات ودلاغات وملابس وتيشيرتات وجواتي، فشنطتين، شنطة حق ولد وشنطة حق بنت. حملة العودة للمدارس والتي تطلقها جمعية الهلال الأحمر الكويتي توزع فيها الحقائب المدرسية والزي المدرسي لأبناء الأسر المحتاجة بشكل منظم وشامل لمتطلبات الدراسة. اليوم مثل ما أنتم شايفين قاعد نوزع المساعدات للأسر المتعففة داخل الكويت. عندنا قاعد نوزع حقيبة مدرسية ل2000 طالب وطالبة، لكل أسرة تستلم حقيبة للبنت وللولد في جميع مستلزماتها الدراسية. طبعا هذه المساعدات للسنة السادسة على التوالي، وهذا الدعم من أهل الخير ومن تبرعات الشركات. نشكر كل من ساهم معنا في توزيع هذه الحقائب المدرسية، ونشكر القطاع الخاص، نشكر الهلال الأحمر الكويتي الذي حريص كل حرص على الأسر المحتاجة، سواء كبار السن، الأرامل، الأيتام، ذوي الاحتياجات الخاصة. وأيضا الهلال الأحمر الكويتي انطلقت أمس في مقر مجمع 360 حملة تبرعات لمساعدة أبناء الأسر المحتاجة من خلال دفع الرسوم الدراسية لهم خلال الفترة الجاية إن شاء الله. إذن جهود إنسانية تبذل من جمعية الهلال الأحمر الكويتي على مدار العام وفي شتى المجالات، فالجمعية تساهم في رفع عباء التعليم عن كاهل الأسر المحتاجة بتقديم الدعم اللازم لضمان استمرار الأبناء في مراحل التعليم المختلفة. راد شمري لتلفزيون دولة الكويت. مثل ما تابعنا في التقرير، فجمعية الهلال الأحمر الكويتي منارة الإنسانية وأحد روافد الخير الكويتي تسير وفق منهج إنساني عنوانه مساعدة كل محتاج وتوفير فرصة للعيش الكريم له. فللمزيد معنا الأستاذ خالد الزيد، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بجمعية الهلال الأحمر الكويتي. حياك الله معنا وأسعد الله صباحك. بخير عليك وعلى السادة المشاهدين تلفزيون الكويت، منورنا أكيد في هذه الإطلالة. حياكم الله. في البداية نبي نتكلم عن حملة العودة للمدارس، شنو الهدف منها؟ طبعا الهلال الأحمر الكويتي في كل عام قبل بداية العام الدراسي عنده أجندة وكشوفات بأبناء الأسر المحتاجة بدولة الكويت، مسجلين بكشوفات الجمعية تقريبا يبلغ عددهم 5000 أسرة. وزعنا هذا العام طبعا 2000 حقيبة مدرسية ولوازمها، وأيضا تم توزيع الزي المدرسي ليستطيع أبناء الأسر المحتاجة استكمال عام دراسي والدخول في الجو الدراسي في بداية العام إن شاء الله بداية 9. لذلك حرصنا في كل عام أن ننهج هذا النهج الإنساني في مساعدة الأسر المحتاجة في دولة الكويت، وشكرا طبعا لكل من ساهم وتبرع لجمعية الأحمر الكويتي لهذا استمرار هذا الدور التعليمي اللي تكون فيه جمعية الأحمر الكويتي لخدمة المجتمع المدني في دولة الكويت. خلتكلم عن حملة تبرع لتعليمهم، هي مرتبطة أكيد في هذه الحملة. نعم. فكلمنا عنها أكثر. لا شك أن حملة تبرع لتعليمهم لأبناء الأسر المحتاجة هذه طبعا السنة السادسة ننظمها جمعية الأحمر الكويتي لجمع التبرعات لدفع الرسوم الدراسية لأبناء الأسر المحتاجة في دولة الكويت الدارسين في المدارس الكويت. لذلك قلنا إحنا نهج كامل أن نوزع حقائب مدرسية إضافة إلى حملة التبرع في طبعا مجمع 360 إلى غاية يوم السبت، وننتقل إن شاء الله يوم الأحد في مجمع الأفنيوز لاستكمال هذا الدور التعليمي المجتمعي لخدمة أبناء الأسر المحتاجة.
طبعا الشكر خاص لكافة الشركات والقطاع الخاص والبنوك اللي ساهموا في حملة التبرع لتعليمهم لاستكمال أبناء الأسر المحتاجة تعليمهم الدراسي أسوة بأبنائنا الدارسين بكل عام. أستاذ خالد، أنا بالعدد التقريبي اللي استفادوا من هذه الحملة كم تقريبا؟ حملة تبرع بتعليمهم سنويا تقريبا 5000، العام كان عندنا 4220 طالب تم دفع الرسوم الدراسية لهم، إضافة إلى 22 طالب من ذوي احتياجات الخاصة هم تم دفع تكاليف الرسوم. نتمنى، احنا عندنا 13000 ملف يحتاجون دفع الرسوم الدراسية، بدون التبرع بدون المساهمة في دعم جهود الهلال الأحمر الكويتي لا نستطيع تغطية هذا الملف بشكل كامل. لذلك نحرص احنا كل سنة كل عام ان نحث المجتمع المدني، نحث المتبرعين، نحث القطاع الخاص دعم هذه الجهود الإنسانية، انهم يتفاعلون اكيد مع بالضبط هذا حملة التبرع. شلون تفاعل الناس كان؟ والله دائما نلقى الحظ، دائما الهلال الاحمر الكويتي محظوظين في هذا العمل الانساني. المتبرع الكويتي فقط ليس حمله تبرع التعليم، في كافه حملات تبرع صح. نجد الشركات والقطاع الخاص والمتبرعين ورجال الخير يدعمون حملات الاغاثه الانسانيه تقوم فيها جمعيه الاحمر الكويتي لمساعده المحتاجين سواء داخل الكويت او خارج الكويت. ممتاز، يعني ما شاء الله كل فترة قاعد نشوف حملة تقوم فيها جمعية الهلال الأحمر الكويتي، فخلنا نتكلم عن الحملات المستقبلية إن شاء الله. إحنا والله حملات المستقبلية مستمرين، منها العلاج الطبي لأبناء الأسر المحتاجة والأسر المحتاجة وكبار السن وذوي احتياجات الخاصة، عندنا قطاع خاص حملة تبرع لهم موجودة طول العام للمرضى في دولة الكويت، وهذا ملف كبير، تعرف العلاج بالكويت مكلف صحيح، ولذلك هذه الملفات مفتوحة دائما لعلاجهم. طبعا نعالج حتى داخل الكويت وأيضا نعالج المحتاجين في الدول المنكوبة، مثل في اليمن عندنا حالات استقطبها ونعالجهم في أماكنهم، إذا ما قدرنا نجيب نوديهم مكان ثاني لتقديم الخدمة العلاجية لهم. عندنا صحيح. في فلسطين، عندنا في الأردن، في لبنان، كل المتضررين جراء الأزمات الإنسانية نحب نقدم لهم العون الطبي بعض الأحيان. عندنا ملف المجتمعي وهو الأنشطة، هذا من أكبر الملفات، تحتاج دعم من المجتمع المدني، عندنا متطوعين يحتاجون تدريب بين فترة لأخرى، عندنا مشاركات خارج الكويت. لذلك حملات التبرع لن تتوقف على موضوع معين مثل حملة التبرع التعليم، فمساعي الجمعية نقدر نقول ما لها حدود سواء داخل الكويت أو خارج الكويت. وأيضا يعني احنا عرفنا أن باكر راح تكون أول طيارة توصل إلى السودان لمساعدة المتضررين من الفيضانات، فخلنا نتكلم عن هذه المبادرة الجميلة. بداية السودان طبعا أزمات إنسانية، عندهم كوارث طبيعية صحيح. كل عام في الفترة هذه يصير عندهم فيضانات في النيل، وهذا الأحمر الكويتي المهم توقف طبعا بدعم السودان من القديم إلى الآن، لكن الموجة المرة الكارثة الطبيعية اللي عندهم الفيضانات والسيول ضررت فيها أجزاء كبيرة من السودان، بالتنسيق الهلال الأحمر الكويتي مع وزارة خارجية لهم كل الشكر والدعم، أيضا وزارة الدفاع لجهودهم تنسيق لانطلاق غدا أول طائرة من الجسر الجوي الكويتي محملة بـ40 طن من المواد الغذائية والإغاثية، راح يكون رئيس مجلس الإدارة الدكتور هلال الساير والأمين العام في هذه الطيارة، راح يروحون يوم واحد يوصلون هذه المواد الغذائية والاجتماع مع أخواننا في السودان والاطلاع على احتياجاتهم الأساسية لتوفيرها من السوق المحلي أو من خلال الطائرات الشحن خلال الأيام المقبلة مع تزامنها مع أول طائرة تنطلق من دولة الكويت. وأيضا هناك في معانا متطوعين راح يكونون لتوزيع المواد الإغاثية بالتعاون مع طبعا الهلال الأحمر السوداني وسفارة دولة الكويت في السودان، لهم كل الشكر والتنسيق ومتابعة أول بأول لوصول الطائرة. أنا شدي موضوع التطوع الحين، أنا لو شخص أبي أتطوع مع جمعية الهلال الأحمر الكويتي فشنو الطريقة؟ الهلال الأحمر الكويت طبعا أبوابه مفتوحة لكافة شباب الكويتي والمقيمين في دار الكويت، يستطيع أي شخص يتوجه إلى جمعية الأحمر الكويتي، إدارة الشباب المتطوعين، فقط بطاقة المدنية وينتسب إلى الأحمر الكويتي، من خلال الدورات تنظم لهم بين كل فترة، عندنا بعد أسبوع أو 10 أيام الدورة الإسعافات الأولية للمتطوعين الجدد، نجمعهم بين كل فترة ونقلهم دورة إسعافات مدة 2 أسبوع، بعدين يتطور يأخذ دورات أخرى وثانية متطورة إلى أن يصبح مدرب وإغاثي وصاحب عمل ميداني سواء داخل الكويت أو خارج الكويت. احنا طبعا ندعو الشباب الكويتي للانخراط في الهلال الأحمر الكويتي والتطوع لخدمة المجتمع المدني في دولة الكويت.
ممتاز. لو بنتكلم عن طبيعة المساعدات العاجلة اللي راح تحملها الطائرة إن شاء الله من مواد إغاثية وغذائية، يعني حاليا عرفنا أن في طيارة واحدة راح تتوجه بالضبط، فهل ممكن تكون في الأيام المقبلة المزيد من الطائرات؟ لله الحمد، القيادة السياسية والحكومة دائما متبرعين لهلال الأحمر الكويتي وكلهم كل شكر. إحنا إن شاء الله أول طائرة تنطلق باكر إن شاء الله بإذن رب العالمين، وراح نشتري عندنا مثل ما قلت لك في عندنا بالسوق المحلي بالسودان راح نشتري مواد غذائيه، متطوعين موجودين ان شاء الله يشترون من السوق المحلي ويوزعون هذه المساعدات اول باول ان شاء الله. من الجسر الجوي ان شاء الله تنطلق اول طائره ان شاء الله غدا يوم الجمعه، نتمنى ان تنطلق طائرات اخرى مماثله لها تحمل المواد الغذائيه والطبيه والصحيه، وايضا تحتمل تشيل مضخات المياه، عندنا مضخات مياه ايضا راح نتبرع فيها ان شاء الله خلال الفتره المقبله للسودان. المضخات كبيره تحتاج نقل مباشر، طبعا لا تحتاج نقل عن طريق الشاحنات، لكن طائرة عسكرية أفضل لنا لنقل هذه المساعدات. شكر موصول لهم أخواننا في وزارة الدفاع أول بأول معانا مشاركين أول بأول، يصير أي كارثة طبيعية ومحتاجين نوصل هذه المساعدات طبعا نلقاهم نجدهم مبادرين الأوائل في دفع مسيرة الهلال الأحمر الكويتي لإيصال هذه المساعدات. أيضا وزارة الخارجية بالتنسيق مع سفاراتنا بالخارج لهم الشكر أيضا في إيصال هذه المساعدات والتنسيق في وصول هذه المساعدات والاجتماع أيضا مع المنظمات الإنسانية لتوزيع هذه المساعدات على المحتاجين المضطرين جراء الكوارث الطبيعية. ممتاز. ما ننسى أكيد أهمية السوشيال ميديا حاليا في الوقت الحالي، وقاعد نشوف حساباتكم في مواقع التواصل الاجتماعي متفاعلة من خلال الفيديوهات، الدكاترة، الناس اللي تتعاون معاكم من خلال أكيد نشر هذه الفيديوهات، فخلنا نتكلم عن دور السوشيال ميديا معاكم. إحنا السوشيال ميديا أسوة بالصحافة، عندنا السوشيال ميديا عندنا قسم خاص بالسوشيال ميديا متفاعل جدا وعندنا متطوعين ما شاء الله عليهم أول بأول مشاركين في السوشيال ميديا. لله الحمد نجحنا في إيصال رسالة الهلال الأحمر الكويتي، إن الهلال الأحمر الكويتي الذراع الإنساني للشعب الكويتي والقيادة السياسية لإيصال هذه المساعدات. عندنا تفاعل كبير من جميع أطياف المجتمع سواء داخل الكويت وخارج الكويت، هناك تفاعل كبير، حتى المتبرعين يدخلون على موقع الهلال الأحمر الكويتي ويتبرعون للهلال الأحمر الكويتي لمزيد الأنشطة، لأن الهلال الأحمر الكويتي محل ثقة، تجاربهم غنية، لا يخفيك أن هناك قدم مساعدات 90 دولة على مستوى كافة دول العالم، لذلك الهلال الأحمر الكويتي أعتقد محل ثقة محل تقدير أكيد. من القيادة السياسية من الشعب الكويتي، لذلك احنا طموحون في توزيع هذه المساعدات وإيصال المساعدات بجهود جبارة من دعم الشعب الكويتي لنا، والسوشيال ميديا لها أثر كبير في دعم جهود الأحمر الكويتي سواء الصحافة أو الصفحة المسموعة أو المقروءة، لذلك هلال الأحمر الكويتي بالسوشيال ميديا فعال ونشيط، ونتمنى مزيد تفاعل المجتمع الكويتي معنا. أكيد يمكن وأنا أسمع هذا الحكي ما أقدر أقول له شكرا لكم على هذه الأشياء الطيبة اللي تقدمونها، فبدورك كلمة أخيرة توجهها للسادة المشاهدين. أنا دائما أشكر وزارة الإعلام على جهودهم في إيصال رسالة المجتمع الكويتي إن دعم هلال الأحمر الكويتي أول بأول مشاركين معنا في حملات الإغاثة في المساعدات في تغطية الأحداث اللي نقوم فيها، كل الشكر لكم سواء وزارة الإعلام تلفزيون إذاعة صحافة لهم دور الكويت في إيصال هذه المساعدة ورسالة العمل الإنساني والإغاثة وثقافة العمل التطوعي. وشكرا أكيد على وجودك معنا في برنامج العالم هذا الصباح، كنت نورنا اليوم، فما أقدر أقول له شكرا لكم، فيدل على طيبة أهل الكويت على جهود أهل هالديرة أكيد وقيادتها في المساعدات الإنسانية، فشكرا لك. أعطيكم العافية. شكرا.